وش بتقولين لأسامة؟ بقول له دام إنه هذا أول كتاب أقرأه بقول كتب لي كلام محفز يعني. بتقولوا لأسامة؟ بسأل أسئلة كثيرة عن وحش أحس أكثر. عن وحش. لأن وحش أكثر كتاب صح إنه بسيط بس إنه عميق مرة. طبعًا نترك مساتين. طب خلصتي؟ كلهم قريت. كلهم؟ بس باقي علي. ما شاء الله. كيف حالك؟ كويس. ها يعني أنت مخلصة علينا الكتب في المكتبة؟ لا حبيبي أشتريها دايم. ما شاء الله تبارك. لا ترى هذا مو كتب هذا موقع أنا أخواتي أنا خاصة المكتبة موقع. أجل ما راح يحضرون فرصة إنهم يلقون كاتب مثلي. ثالث مرة تشوف. أيوة. ثالث مرة؟ إيه. هو أنا وصلوا سلامي لأسامة وصلوا سلامي لأسامة وصلوا سلامي لأسامة. اوكي خلاص تخيلوا والله العظيم انكم ما راح تصدقون من الساعة 2 الظهر والزحمة اللي فوق يقول الموظف اكثر من الزحمة اللي فانا اعلن انسحابي انا استسلم انا اسفة يا اسامة لو انت تشوف هذا الفيديو معليش تصدع بسم الله كانت تجربة جدا حلوة والله يا ميت تحسون في ضيقة صرت تخيل انه طواوي لبرا الشارع يب